البحث عن السعادة المفقودة. بعض المذنبين يظن أنه بارتكابه للذنوب سيتوصل إلى السعادة المفقودة والتي طالما بحث عنها في جوانب قلبه، فأعياه البحث والتنقيب دون أن يصل إلى نتيجة. لقد اختلفت نظرة الناس لمعنى السعادة والسبل التي توصل إليها، وكم من إنسان يحسد آخر على شيء يظنه مصدرا للسعادة ولا يعلم أن ذلك الشخص يعيش في قمة الشقاء والبؤس. فهل السعادة في الشهرة، أم هي في المال، أم في الملك، أم في الزوجة والأبناء، أم في السفر والرحلات؟ هذه هي السعادة في تصور الكثير، ولكن هل هذا صحيح؟ اسمعوا، سأذكر لكم مثالا واحدا يبين لكم خطأ هذا التصور. يقول الملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الراحل في كتابه مهنتي كملك في كلمة له حول السعادة، يقول: إنني أعتقد بأن من العسير جدا إدراك السعادة في هذه الدنيا، سواء كان المرء ملكا أم إنسانا عاديا. ما هي السعادة بالنسبة للأغلبية العظمى من الناس؟ إنها الحصول على عمل مغر ممتع وعلى راتب جيد وأسرة لطيفة تستعذبها النفس، والقيام بالرحلات من وقت إلى آخر، وأن يكون للمرء بعض الأصدقاء، وأن يساعد الناس ويساعده. يقول: لقد نلت كل هذا وما زال كل ذلك في متناول يدي، ولكن هل يعني هذا حقا أنني سعيد؟ لا أعتقد ذلك. نعم، لقد كانت حياتي خصبة مليئة، ولربما لم يعرف مثلها إلا القليل من الناس. لقد عرفت السراء والضراء، ولعل الضراء رجحت على السراء، وعاينت لحظات في غاية الشدة، ومرت بي فترات في أقصى درجات الضيق، ومرت بي أوقات كنت أشعر فيها بأنني في منتهى العزلة، وعرفت الحداد والأحزان، والنادر من الفرح، والقليل من السعادة. انظروا، هذا ملك من ملوك الدنيا. يقول: لقد عرفت كل ما يمكن أن يعرفه كائن بشري: الجوع والعطش والإذلال والهزيمة، والنادر من اليسار والبحبوحة، والقليل من السلام والراحة والابتهاج. إن حياتي الخاصة والعائلية غير منظمة، فأعباء الدولة تحول بيني وبين أن أكون لهذه الكائنات الإنسانية العزيزة الغالية بالقدر الذي أرغب وأتوق إليه، ولطالما اضطررت أن أخيب آمالهم في الوقت الذي ينتظرونني فيه لتناول طعام الغداء معي، فأحتبس نفسي مع زائر أجنبي أو سياسي أردني، ثم في حوالي الساعة الرابعة أو الخامسة بعد الظهر أطلب بعض الشطائر لآكلها وأنا منهمك في عملي. أما في المساء فإنني أغادر مائدة العمل في الساعة الثامنة أو التاسعة، ويكون أولادي عندها قد استسلموا إلى الرقاد، وتبقي في انتظار زوجتي وأولادي ليمنحوني الحرارة التي افتقدتها والتي أشعر أنني في مسيس الحاجة إليها. انتهى كلام. إنها كلمات في منتهى الصدق مع الذات. وكم من إنسان يحسد الملوك والحكام وأرباب الأموال على ما عندهم، فهل علمت حالهم؟ إن السعادة الحقيقية هي في الإقبال على الله ولزوم طاعته، مع أخذ النصيب من الدنيا وجعلها بلاغا للآخرة. إن أصحاب الاستقامة هم السعداء حقا، وهم الملوك حقا.
قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: نحن والله الملوك الأغنياء، نحن الذين قد تعجلنا الراحة في الدنيا، لا نبالي على أي حال أصبحنا وأمسينا إذا أطعنا الله عز وجل. وتأملوا هذا الكلام النفيس للإمام ابن القيم، والذي يذكر فيه حقيقة السعادة، ويصف فيه حال أحد السعداء بما لا مزيد عليه في الوصف. يقول رحمه الله تعالى: والإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. انظر، إنسان مسجون، ولكن لأنه لما حبس تفرغ للعلم والعبادة وتواصل في قلبه مع ربه سبحانه وتعالى، فبلغ منتهى السعادة. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله أن يقول. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطنه العلم والتفرغ للعبادة، وظاهره الاشتغال في الدنيا والانهماك في ملذاتها. وعلم الله، يقول ابن القيم، وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيش منه قبل، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نسمع كلامه حتى يذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليه.